المونتاج المونتاج المونتاج، بزاف ناس ما يحبوش هذه المرحلة بالذات من مراحل صناعة الفيديوهات تاعهم، لأنهم يعتبروها هي أصعب مرحلة وتشد لهم الوقت بزاف. وأنا في البداية تاعي ثاني كنت هكايا، واللي هي حاجة عادية طبعا. لكن الآن وبعد ما تبعت بعض الخطوات والأفكار البسيطة في المونتاج، هذا الأمر تغير تماما وولات هي المرحلة المفضلة عندي، لأنه فيها نشوف نتائج العمل الرائع تاعي، وأيضا وليت ننهيها بسرعة وبدقة يعني بدون أخطاء، ولا اللي هي حاجة رائعة بزاف صح. وباش نخلي عملية المونتاج ممتعة بالنسبة لكم أنتم أيضا، في هذا الفيديو راح نشارك معكم هذوك الخطوات والمراحل اللي أنا نتبعهم شخصيا في تعديل فيديوهاتي لليوتيوب، واللي خلوني نكمل عملية المونتاج بكل دقة وسرعة خوتي. فوالا، وراح ناخذ هذا الفلوج اللي راكم تشاهدوا فيه هنا اللي درته قبل فترة في جبال الشريعة كمثال، ونشرح لكم عليه كيفاش درت له المونتاج. وبالمناسبة إذا ما شفتوش هذاك الفلوج، ننصحكم بشدة أنكم تشاهدوه، لأنه صح فلوج شباب وممتع وراح تستفادوا منه بزاف بزاف. راح نخلي لكم رابط تاعو في صندوق الوصف، هو والفيديو السينمائي هذا اللي درته أيضا لجبال الشريعة، واللي هو حاجة واو، ننصحكم أنكم تشاهدوهم خوتي. لكن كالعادة قبل ما نبدأ، من فضلكم ديروا الإعجاب لهذا الفيديو، لأن الإعجاب هو الشيء الوحيد اللي حفزني باش نستمر في تقديم المزيد. اشتركوا في قناتي إذا مازال ما شاركتوش، تابعونا على الإنستغرام، كل يوم راني ندير فيه منشور جديد خلف الكواليس وغيرهم. والآن بدون تأخير خلونا ندخل مباشرة في موضوع الفيديو تاعنا. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله كامل تكونوا بالف خير، راني فرحان بزاف كي تلاقينا مجددا، ومرحبا بكم في فيديو جديد. وخلونا نبداو بالنقطة الأولى والمهمة اللي لازم تاخذوها في عين الاعتبار باش تزيدوا السرعة نتاعكم في المونتاج، وهي انكم تديروا عمليه المونتاج في نفس اليوم اللي تديروا فيه عمليه التسجيل. وكيما سمعتوا انايا مخصص يوم كامل نحضر فيه الفيديو، واليوم اللي بعده ندير عمليه التسجيل والمونتاج في نفس اليوم. ودوك نشرح لكم علاش. مثلا كيما انا هذا الفيديو درك راني نسجل فيه، وبعد قليل كي نكمل نسجلو نديرو المونتاج، وهذا فيما راح ينفعني، ينفعني انه نكون باقي ما تفكر كامل واش سجلت، ما تفكر كامل المناطق اللي غلطت فيهم، ما تفكر تسلسل الافكار وكيفاش طرحتهم، ما تفكر كل معلومه قلتها لكم اثناء عمليه التسجيل. ودرك هيا كي نروح للمونتاج نكون عارف واش راني حاب، يعني نروح نبحث عليهم، نجيب هذوك المقاطع نركبهم ونكمل عمليه المونتاج تاعي. بينما لو كان نخلي الغدوة راح ننسى بعض النقاط اللي تحدثت عليهم اليوم ربما، ونضطر أنني نعاود نشاهد الفيديوهات والمقاطع اللي سجلتهم من الأول حتى للأخير باش نعاود نرتب هذوك الأفكار في راسي وندير لكم عملية المونتاج. فوالا خوتي، وإذا انتم ما قدرتوش أنكم تديروا عملية المونتاج في نفس اليوم، مثلا كنتوا تعبانين ولا سجلتوا في وقت متأخر ولا، سيتكتبوها هكايا نقاط على ترتيب الفيديو تاعكم كيفاش سجلتوه مثلا، ولا تديروا عملية القص فقط، واليوم الموالي تقدروا تكملوا عملية المونتاج والمراحل الأخرى اللي فيها واللي راح نشوفوهم دركايا. فوالا خوتي، هذه كانت النقطة الأولى فيما يخص واش من الوقت المناسب باش تبدا دير في عملية المونتاج تاعك. الآن نروحوا للنقطة الثانية، وهي فيما يخص عملية المونتاج بحد ذاتها، وهي رتب الفيديوهات تاعك في ملفات بترتيبا جميلا، وترتيب يساعدك باش تلقى الفيديو اللي تكون تحوس عليه مباشرة، لأنه خاصة كي تروح دير فلوج برا ولا تخدم عمل احترافي ولا وتصور عدد كبير من الفيديوهات، تقريبا أكثر من 100 الفيديو، عملية إيجاد أحد المقاطع اللي تكون تحوس عليها راح تكون شوية صعيبة إذا ما كنتش مرتبهم بشكل جميل. وشوفوا أنا الطريقة اللي نتبعها في ترتيب الفيديوهات تاعي، هذا هو الفلوج تاع الشريعة اللي قلت لكم عليه خاوتي، راكم تشوفوا شحال من مقطع، عدد كبير جدا من المقاطع. وشوفوا أنا كيفاش راني مرتبهم، هذو اللي راني مخليهم هنايا هكايا هما المقاطع السينمائية اللي صورتهم للجبال وكامل. وهنايا الفوق راني داير دوسي اسمه تولكين هاد، أي المقاطع اللي أنا كنت نتحدث معاكم فيهم، وكنت نشرح لكم على هذاك المثبت اللي درنا له تجربه في هذا الفلوج خاوتي. فوالا، هذه هي الطريقه اللي انا نتبعها في ترتيب الفيديوهات نتاعي. ولو كان سجلته مثلا في مناطق مختلفه، مثلا جزء من الفيديو هذا سجلته في جبال الشريعه، جزء في البليده، جزء بلاك هنا في الدار قبل ما نخرج، ثاني هذو كامل نديرهم في ملفات خاصه بهم، باش من بعد كي نكون نحوس على كاش مقطع ما نروحش نشوف ربعه ولا خمسه فيديوهات قبل ما نسيبه وانا نحوس عليه. هذه حاجه مليحه بزاف وراح تنقص عليكم بزاف وقت. نزيد نعطيكم خدعه شابه هنا يا خوتي، كيما راكم تشوفوا روحوا لهذا السهم وديروا كليب بار نيم، هكا يرتب لك الاسماوات نتاع، يرتب لك هذا الفيديوهات على حساب الاسم تاعهم. وانا كي ندير هكا يترتبوا من الفيديو الاول اللي سجلته حتى للفيديو الاخر، يعني دركا راهم بالترتيب. فوالا، هذه حاجه. الحاجه الاخرى اللي نحب نديرها مثلا كما هذا النوع من الفيديوهات تولكين هذا اللي قلت لكم، واش راح ندير له؟ نروح ندير له تحديد من الاول حتى الاخير ونغير لهم اللون نتاعهم، مثلا نديرهم اورانج. شوفوا كي نديرهم اورانج كيفاش يتبدلوا هنايا في التايم لاين نتاعي. نروحوا لهنايا كولر اورانج، فوالا دركايا كي نحب نروح الفيديو وين كنت انا نتحدث راهم باينين لي في التايم لاين، ما نبقاش نتحرك في التايم لاين ونحوس على الفيديو تاعي. هذه ايضا حاجه شابه راح تنقص عليكم الوقت بزاف في المونتاج. بعد ذلك نزيدو نتقدمو في عملية المونتاج ونروحو لعملية القص. وهنا ننصحكم بحاجة مهمة بزاف، ديروا كل عملية على حدة. مثلا كيما هنايا بداو ديروا في القص للمقاطع تاعكم،
وقصوهم كامل حتى لاخر مقطع، ثم يا باش تروحوا تكملوا ديروا عام باقي مراحل المونتاج تاعك، ماشي تقص زوج مقاطع ولا ثلاثه تحطهم في التايم لاين، بعد تروح دير لهم مونتاج ولا تعديل الوان ولا تعديل صوت ولا واش دير لهم، بعد تعاود تولي لهنايا تزيد دير عمليه القص وهكذا. لا لا، فدير قص كامل الفيديوهات تاعك ورتبهم هنايا في التايم لاين، ثم بعد ذلك روح الباقي مراحل عمليه المونتاج. هكايا باش تبقى محافظ على التركيز تاعك مع سرد القصه ولا ترتيب الفيديو تاعك بالشكل الصحيح، وما تتخلطلكش مع المونتاج كيما تروح دير مونتاج وتعاود تولي، كيما تروح دير مونتاج وتعاود تولي. هذه نقطه مهمه ايضا، دائما كملوا عمليه القص حتى الاخير ثم بعد ذلك انتقلوا للمراحل الاخرى. وهذه كانت هي النقطه الثالثه اللي لازم تركزوا عليها. اما النقطه الرابعه هي انه بعد عمليه القص اول حاجه تروح ديرها هي تعديل صوت الفيديو تاعكم، لان الصوت في بعض الاحيان يكون في بعض الاخطاء والغلطات ثم ما تقدروش تكتشفوهم المره الاولى والثانيه، لهذا كي ديروا له تعديل في البدايه كامل راح تكون فرصه كبيره انكم تكتشفوا هذه الغلطات خلال باقي مراحل عمليه المونتاج. وفيما يخص تعديل الصوت، انا ما نديرش حاجه كبيره على الصوت تاعي لانه دائما نسجله بطريقه رائعه. واش نروح ندير هنايا؟ نروح نحدد هذا المقاطع البرتقاليين اللي هما تولكين هاد اللي كنت نتحدث فيهم. شفتوا شحال مفيدات لون المقاطع تاعي كما قلت لكم درك يا خوتي. بعد ذلك واش نروح ندير؟ نضغط عليهم بالزر الايمن للماوس وندير نورماليز اوديو ليفلز، البي بي اف سي هذه ديرها ناقص 6 ودير نورماليز. هكايا واش معناتها؟ قلنا له ما تخليهمش يفوتوا لنا ناقص 6 هنايا كي نكونوا نمشيو درك هيا في الكليب تاعنا. وهذه هي لازم الصوت تاعكم ما يوصلش للمنطقه الحمراء هنايا فوق ناقص 6، وما يكونش تحت المنطقه الصفراء، لازم يكون في المنطقه هذه المعتدله هنايا. فوالا، ونزيد ناكتيفي الايكولايزر ايضا وندير 100 ماشي 400 هنايا، نديرو 100 بهذا الشكل. فوالا، انا هذو هما الخطوات اللي نديرهم في تعديل صوت الفيديو تاعي اذا كان الصوت مسجل بشكل جميل. اما اذا كانوا في بعض المشاكل ولا راح نروح للفير لايت وندير فيه تعديل متقدم للصوت. اذا حابين ندير لكم توتوريال على الصوت كيفاش ديروا له تعديل بشكل احترافي قولوا لي في قسم التعليقات وراح نكون سعيد بهذا الشيء. والان نوصل للنقطه الخامسه وهي دير ماركرز في الفيديو نتاعك. وشوفوا هذو واش نخاوتي درك هيا كي نروحوا لهنايا بعد ما كملنا درنا تعديل صوت للفيديو تاعنا، ما نروحوش نشوفوا اذا الصوت راه مليح ولا لا، لا روحوا لهنا للبداية ونبداو نتفرجوا في الفيديو تاعنا من الاول حتى للاخير. وخلال عمليه المشاهده تاعنا هذه نديروا بالنا على زوج حاجات. الحاجه الاولى مستوى الصوت هنايا اذا شفناه طلع في كاش نقطه نعاودوا نهبطوه من هنايا من الاوديو من الفوليوم، ولا لقيناه هابط بزاف نعاودوا نطلعوه كيف كيف. وايضا واش نديروا؟ نحطوا يدنا على حرف الام في الكيبورد ونديروا لي ماركرز اللي قلت لكم عليهم، وهذو وين نديروهم؟ في المناطق اللي تكون عندنا كاش بلا حاجه راح حابين نديروها ثم. مثلا كما انا كي نقول لكم ديروا اعجاب لهذا الفيديو، في النقطه اللي نقول لكم ديروا اعجاب نضغط على حرف الام، وشوفوا كي نضغط على حرف الام واش يدير؟ يدير هذا الماركر هنايا اللي راكم تشوفوا فيه. حاجه واحده اخرى مثلا حاب نزيد نديرها هنايا نضغط على حرف الام، كل ما نوصل لبلاصه وين راني حاب ندير كاش انيميشن، حاب ندير كاش زر اعجاب، حاب نكتب لكم كاش نص، نضغط على حرف الماركر باش من بعد يكات في المراحل اللي بعدها كي نبدا ندير في التعديلات تاعي نروح وين كاين هذو لي ماركر وندير التعديلات تاعي. ما نقولش وين قلت هذيك الكلمه باش ندير لها النص تاعها ونبقى نحوس عليها، نروح للماركر مباشره نلقى الحاجه هذيك البلاصه اللي راني حاب ندير فيها كاش حاجه كاش تعديل، ندير هذاك التعديل ونمشي، ما نبقاش غير نعاود نشوف الفيديو تاعي ونحوس على البلايص اللي ندير فيهم التعديلات. وايضا يعاونك باش ما تنسى حتى نقطه، درك انا كي نشوفهم من الاول للاخر ونحدد كاع البلايص اللي راني حاب ندير فيهم كاش انيميشن ولا تعديلات، من بعد كي تروح ندير فيهم انيميشن وتعديلات ونسيبريمي الماركر. كل ما ندير الحاجه اللي راني حاب نديرها عند هذا الماركر نضغط عليه ونسيبريميه، نضغط عليه ونسيبريميه. بعد كي نشوف التايم لاين تاعي ما في حتى ماركر نعرف روحي بلي كملت درت كامل التعديلات تاعي. اما الخطوه السادسه واخيرا، ابدا دير في عمليه المونتاج تاعك، ابدا تضيف الانيميشن، ابدا تضيف النصوص تاعك، ابدا تضيف في هذو كامل. شفتوا شحال طولنا باش وصلنا لعمليه المونتاج تاع الصح؟ درناها في المرحله السادسه. من المهم انكم تراعيوا هذه المراحل ولا هذه الخطوات بالترتيب، لانه كما شفتوا كل حاجه عندي سبب علاش نبدا فيها هي الاولى وما نخليهاش حتى للاخير. وبعد ما تكمل دير عمليه المونتاج تاعك كامله تروح الحاجه الاخيره والمرحله الاخيره وهي المرحله السابعه وهي عمليه تعديل الالوان. دوك تتسالوا علاش خليتها هي الاخيره؟ دوك نفهمكم، خليتها هي الاخيره لانه كاين بعض الحواسيب ما عندهاش قدره كبيره على المعالجه، حواسيب ضعيفه وما تقدرش تعالج الفيديو تاعك مع تعديل الالوان، لهذا خليتها هي الاخيره باش اثناء عمليه المونتاج الحاسوب تاعك يضطر انه يعالج
الفيديوهات فقط بدون تعديل الالوان، لانه اذا كنت درت الفيديو وزدت تعديل الالوان عمليه المعالجه راح تكون شويه صعبه على الحاسوب تاعك. لهذا خليتها في المرحله الاخيره بعد ما تكون كمل درت كامل تعديلات وكامل الشغل الثقيل تاعك، دير عمليه تعديل الالوان ثم راجع الفيديو تاعك مرتين على الاقل، لانه اذا الفيديو تاعك كان خطا راح يكون امر سيء بزاف، وراح تضطر انك تعاود دير الاكسبورت مجددا. لهذا خوتي راجع الفيديو تاعك مرتين على الاقل، وركز معها مليح اثناء المراجعه، واكتشف كل الاخطاء اللي فيه، ان وجدت دير لها عمليه التصحيح ثم دير عمليه الاكسبورت تاعك، وبصحتك راك كملت درت عمليه المونتاج. وهذو كانوا هما الخطوات اللي انا نتبعهم في تعديل الفيديوهات تاعي، واللي كما قلت لكم خلوني نعدل الفيديوهات تاعي بسرعه وبدقه كبيره. اذا عجبكم هذا النصائح خوتي وهذه الخطوات نتمنى انكم تتابعوهم، تعطوني رايكم فيهم في قسم التعليقات. اذا حابين تعلموا نصائح اكثر فيما يخص تعديل الفيديوهات واستعمال برنامج دافينشي ريزولف كامل، نتمنى تشاهدوا الفيديوهات تاع السلسله فيها كل الفيديوهات اللي تحتاجوهم. في هذا الجزء من الشاشه راح يظهر لكم فيديو اليوتيوب يتوقع انه راح يعجبكم. تحيه كبيره لكل شخص وصل لهذه النقطه من الفيديو خوتي، نشكركم على المشاهده ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.